بسم الله الرحمن الرحيم. اي بي اس ال اي سيرفيس ليفل اجريمنت. تمام. ايه حوار بقى السيرفيس ليفل اجريمنت؟ قال لك ده بيبقى نظام كده اتفاقيه عقد كده ما بين الكاستمر وما بين السيرفيس بروفايدر. بيبقى مكتوب ايه في العقد؟ انا مثلا يا سيرفيس بروفايدر هاخد منك خدمه وهديك في الكواترو كل 3 شهور هديك مثلا 80,000، بس بشرط ان السيرفيس بتاعتي يبقى مستوى الخدمه بتاعها كذا. لو قلت هنقص من الفلوس اللي انا بديها لك مقدار مثلا 10,000، قلت تاني هنقص من الفلوس اللي انا بديها لك مثلا بمقدار 20,000. تمام. ايه الفكره بتاعته؟ انا دلوقتي مثلا عايزه اطلع بانترنت كونكشن، انا شركه كبيره الانترنت كونكشن بالنسبه لي مهم جدا، وشاريه مثلا اس دي اس ال، خط اس دي اس ال، وعايزه اضمن الانترنت كونكشن بتاعي دايما سرعه معينه وعمره ما يقع. تمام. فانا كشركه زي ما قلت لكم عايزه اضمن ان انا واخده الخدمه بتاعتي كامله. طب هضمن ازاي؟ فممكن انا كشركه اعمل ايه؟ اراقب حاجه عمرها ما بتقع زي مثلا جوجل، اقعد ابنج مثلا على جوجل كل 5 ثواني ابنج بنجيه، واتفق مع السيرفيس بروفايدر ان لو في 5 بنجات وقعوا يبقى انا كده فقدت جزء من السيرفيس اللي انا مفترض ان انا اخدها منك، يبقى ساعتها اقلل المبلغ اللي انا هديهولك بمقدار كذا. تمام. السيرفيس ليفل اجريمنت انا بجهز الاول السيرفيس ليفل اجريمنت ككونفيجريشن. تمام. وبعد كده بربطه بابلكيشن معين. في تطبيقات كتير جدا على السيرفيس ليفل اجريمنت، بعضها كومبليكيتد وبعضها حاجه سيمبل زي اللي هيشوفها النهارده ان شاء الله. زي ايه مثلا؟ نشوف الحاجه الكومبليكيتد الاول. لو انا عندي ده راوتر شبكه زي بتاعه السيرفيس بروفايدر، دي شبكه سيرفيس بروفايدر، ار 1 2 3 4 5، وعايزه اوصل مثلا هنا لشبكه 1111. تمام. ار 1 دلوقتي كل الترافيك بتاع العملاء اللي وراه هياخدهم ويبعتهم على الطريق السريع، زي مثلا هفترض ان الطريق ده سرعته 40 جيج والطريق اللي تحت سرعته 20 جيج، يبقى الترافيك كله هيمشي فين؟ في الطريق اللي فوق. لو حصل كونجيشن على الطريق اللي فوق عن طريق السيرفيس ليفل اجريمنت، هبدا ان انا اقول مثلا ان 80% من الباندويث انقله على السلك اللي تحت، اسيب 20% يتنقل في السلك اللي فوق واخد 80% من الباندويث ابعته على مين؟ على السلك او على الباس اللي تحت. واضحه؟ ده كده نوع من انواع الكومبليكيتد كونفيجريشن او التطبيقات الامبلمنتيشن على السيرفيس ليفل اجريمنت. تعالوا ناخد حاجه مثلا نربطها بتوبك احنا اخدناه في الكورس بتاعنا. لو انا عندي دلوقتي مثلا تو راوترز كونكتد في اللين عن طريق سويتش، وعندي هنا السويتش ده بيخدم على مجموعه من الاجهزه، ده مثلا ار 1 راوتر 2. تمام. سويتش، وقلنا تاني في هنا ايه؟ الاجهزه بتاعت البي سي بتاعتي. تمام. لو انا دلوقتي هنا الاثنين دول طبعا موصليني على الانترنت، كنت قلت لكم قبل كده ريكومندد ان انا اجي على التو راوترز الاثنين دول واشغل عليهم بروتوكول زي مثلا اتش اس ار بي، هوت ستاند باي راوتر بروتوكول. تمام. بحيث ان انا اكريت راوتر وهمي سي مثلا هديله اي بي دوت 3، ويبقى ساعتها الدوت 3 هو ده الجيت واي بتاع اجهزه الكمبيوتر. تمام. مين هو دلوقتي الاكتف اللي فيهم؟ هفترض ان ار 1 ده الاكتف وار 2 ده الستاند باي. تمام. بعد كده اللينك ده، اللينك ده اللي رابطني اصلا بالانترنت هو اللي واقع، لازال ار 1 بيبعت الهيلو بتاعته لار 2، وعشان كده ار 2 مش هياخد الوظيفه بتاعه الاكتف مكانه، لان ار 1 لسه بيبعت الهيلو هو الاكتف. صح. وعشان كده عملنا حاجه اسمها تراك، عملنا كونفيجريشن لحاجه اسمها تراك. تراك يعني ايه؟ براقب انترفيس معين، الانترفيس ده لو وقع هديكريمنت البريورتي الديفولت ب 100، هديكريمنت الفاليو مثلا بتاعها بمقدار 40، يعني معنى كده ان هي توصل بمقدار 60، والديفولت بريورتي على ار 2 100. تمام. وبعد كده اعمل انيبل للبريهمشن عند ار 2 بحيث يبقى هو الاكتف. تمام. بس انا عندي مشكله اكبر. ايه هي؟ ان اللي وقع ده اصلا الانترفيس اللي وقع مش اللي رابطني دايركت بار 1، امال ده دلوقتي الراوتر بتاع السيرفيس بروفايدر ده اللي رابطني بالانترنت، اللينك ما بيني وما بين السيرفيس بروفايدر قايم ما فيهوش مشاكل، امال مين اللي وقع؟ اللي بعد السيرفيس بروفايدر. يبقى معنى كده ان ار 1 هيديتكت اصلا ان في عنده انترفيس وقع؟
مش هيقدر ان هو يديتكت ان في انترفيس واقع، صح؟ علشان كده قالك ايه رايك ان انا ممكن ساعتها ان انا اتراك عن طريق السيرفيس ليفل اجريمنت، ممكن اتراك حاجه عاده ما بتقعش. اتفقنا زي مين؟ جوجل على سبيل المثال، ابلغ مثلا كل 5 ثواني على جوجل. لو جوجل بطل يرد عليا لمده 5 مرات، يعني بعد 25 ثانيه هديكريمنت الفاليو بتاعه ار 1 بدل ما هي 100 هوصلها سي مثلا ل 60. يبقى ساعتها ار 1 على الديفولت بريورتي بتاعته انيبل للبرهمشن عليه هيبقى هو الاكتف راوتر. واضحه الفكره كده؟ تمام. كل دي تطبيقات لمين؟ للسيرفيس ليفل اجريمنت. تعالوا بس كده الاول نعمل لاب بسيط نشوف الكونفيجريشن بتاعت السيرفيس ليفل اجريمنت اصلا بتتم ازاي، وبعد كده هوريكم ازاي ان انا بربطها ببروتوكول زي اتش اس ار بي. هنعمل لاب ار 1 كونكتد بار 2 كونكتد بار 3. فاست 0 على 0. تمام. هفترض ان الشبكة دي شبكة 10/24 ودي سي مثلا 11/24. تمام. وهفترض ان الراوتر ده الراوتر بتاع الكاستمر، وده الراوتر بتاع الاي اس بي، وده مثلا جوجل اللي انا هتستعليه. تمام. نقوم ده وبعد كده هوقع اللينك ده. طبعا في البداية خالص لازم يبقى فيه راوتنج، شغل لي اي راوتنج بروتوكول انت عايزه سواء استاتيك سواء دايناميك، المهم يبقى فيه راوتنج، فيه ريتشابيليتي من ار 1 لار 3، ابلغ من ار 1 لار 3 الدنيا بينجابل. تمام. بعد كده هقوم السيرفيس ليفل اجريمنت. تمام. واقول ان انا هراقب ار 3 كل 5 ثواني هبلغ عليه بنجيه. ماشي. وبعد كده هوقع الانترفيس ده. المفترض دلوقتي لو انا مثلا اللينك ده هو اللي كان واقع، ده دايركت كونكتد بار 1، فعلى طول هيديتكت ان الانترفيس اللي قدامه واقع. بس انا مشكلتي دلوقتي ان مش اللينك دايركت كونكتد هو اللي واقع، ده اللي فيه ما بعد ار 2. يبقى ساعتها ار 1 هيعمل له ديتكت عن طريق ايه؟ مفيش قدامه غير السيرفيس ليفل اجريمنت. واضحه؟ تعالوا نقوم اللاب ده بقى كده. ار 1 ار 2 3 ونقوم الديفايسز دي. نكونكت بقى كده على الديفايسز. اول حاجه كده نحط ايه؟ اي بي، ونشغل اي راوتنج بروتوكول على مزاجكم مفيش مشاكل. انترفيس فاست 0 على 0. اي بي ادرس يدرك السنجاله ونون. اسكت بقى افصل. وبعد كده ار 2 بس يلا في ادرس يس وهاي فاست 1/0 اي بي ادرس يا ابني ركز هنا ار 3 ولا قربت اقوم لك فاست 1 على 0 شان داون. تعالوا كده نشغل اي راوتنج بروتوكول عليهم كلهم، زي مثلا راوتر اي اي جي ار بي نتورك عايز اشغله على الكل، وايلد كارد كل الصور. تمام. بدا يظهر لي فعلا سيس لوجز اهو ان الدنيا قامت. لو جيت كده اتست على الكونكتيفيتي على 11/0/0/3 ها في كونكتيفيتي وكله تمام، صح؟ تعالوا بقى اجي على ار 1 واشغل عليه السيرفيس ليفل اجريمنت، فهقول له اي بي اس ال اي وكريت هنا رقم. ليه؟ انا ممكن ان انا اراقب اكتر من انتري، اكريت مثلا اي بي اس ال اي اراقب بيها جوجل، اكريت اي بي اس ال اي اراقب بيها ياهو اند سو اون. تمام. لو ضغطت انتر دلوقتي انا ممكن ان انا اراقب، عاده بنراقب في اغلب شغلنا يعني براقب عن طريق بروتوكول الاي سي ام بي ايكو بالبنج، لكن في طرق ثانيه كومبليكيتد اصلا ممكن اراقب بيها، ممكن اراقب بالدي اتش سي بي، بالدي ان اس، بالاف تي بي، بالاتش تي تي بي، بالجتر.
اللي هو اساسا يعني كنا اتكلمنا عن الجيتر زمان قلنا ان هو فاريتي اوف ديلي. تمام، لما اديت لكم اكزامبل لو انا بتاخر مره 5 دقائق، مره ربع ساعه، مره دقيقتين، تمام، ممكن اراقب كمان باليو دي بي ايكو، باليو دي بي مش عارفه جيتر، ممكن اراقب بالفويس اوفر اي بي. بس اتفقنا تاني اشهرهم هو مين؟ اي سي ام بي ايكو. انا عايزه اراقب ايه دلوقتي؟ 11003 زي ما اتفقنا. انا افترضت ان ده اي بي جوجل، لو انا ضغطت انتر دلوقتي يبقى انا براقبه من كل الانترفيسز اللي عندي. لكن انا ممكن ان انا احدد انترفيس معين، اقول له مثلا سورس انترفيس مسافه فاست 0 على 0، او ممكن احدده بسورس اي بي معين. تمام، سورس اي بي 10001. طب انا دلوقتي مش هحدد سورس انترفيس معين عشان ااكد لكم ان الديفولت ان انا براقبه من كل حاجه، من كل الانترفيسز اللي عندي. تمام، هستخدم هنا مثلا اوبشن فريكوانسي مثلا 5 عايزها بالسكندز. يبقى الامر ده معناه ان كل 5 ثواني هبلج على الديستنيشن اللي هو 11003. تمام، طيب انا كده خلصت. يعني تعالوا نشوف، لو قلت له شو اي بي اس ال اي، عندي امرين statistics وconfiguration. تمام، تعالوا نشوف الاول configuration. لو انا قلت له دلوقتي configuration، ده بيوريني configuration اللي انا عملتها. تمام، اللي هو بيقول لي الديفولت تايم اوت بالمناسبه 5000 ملي سكند. تمام، انا مستخدمه الاوريشن اللي هو او التايب اللي هو اي سي ام بي ايكو. تمام، انا ببنج على مين؟ 11003 من انهي انترفيس؟ كله صح. طيب دلوقتي لو قلت له هنا شو اي بي اس ال اي ستاتستكس انتر، مفترض ان هو بيجيب لي نمبر اوف سكسس ونمبر اوف فيلير. يعني ايه؟ يعني كم مره قدر فعلا يبنج على 11003 في حاله السكسس، وكم مره يعني فيلد ان هو يبنج على 11003. تمام، طب ليه جايب لي انون؟ قال لك اه صحيح انت كريت الاي بي اس ال اي بس لسه ما شغلتوش. عشان تشغله بقى المفترض انا اقول له اي بي اس ال اي سكادجول، اي بي اس ال اي سكادجول. انا عايز اعمل سكادجول للاس ال اي اللي انا كريته اللي واخد رقم 1. تمام، الستارت تايم ريكيرنج بالمناسبه معناه ان بشغله اكتر من مره. تمام، اللايف هيشتغل لفتره قد ايه؟ تمام، طب لو انا قلت له عايز الستارت تايم يبدا امتى؟ ممكن اقول له مثلا ناو، ممكن اقول له افتر 1 اور، ممكن احدد له اكزاكت تايم. تمام، فسي دلوقتي هقول له ناو عايزاه يشتغل ابتداء من دلوقتي. لغايه امتى اللايف؟ لغايه امتى ريكيرنج؟ هيتكرر تاني امتى؟ كل قد ايه؟ تمام، طب لو انا ضغطت انتر دلوقتي ممكن اقول له لايف واقول له مثلا 1 year، يعني حدد انت عايز يشتغل فتره قد ايه. طب لو انا ضغطت انتر من ده لغايه قد ايه؟ الديفولت ساعه، الديفولت ساعه. فلو قلت له شو اي بي اس ال اي كونفيجريشن، لقيته تحت بيقول لي فعلا ان اللايف قد ايه، اللايف تايم قد ايه؟ 3600 سكند، يعني المقصود بيها ساعه. تمام، تعالوا بعد كده المره دي اقول له تاني اي بي اس ال اي ستاتستكس، فعلا نمبر اوف سكسس بدا يزيد، نمبر اوف فيلير ثابت. طيب هاجي دلوقتي على ار 3 وانزل تحت الانترفيس بتاعه كان فاست 1 اوفر 0 واقول له شوت داون، واقول له ايه؟ شوت داون. نمبر اوف سكسس هلاقي الرقم ده ثابت، ونمبر اوف فيلير هيبدا ان هو يزيد، بيبعد من جايه كل 5 ثواني، 5 ثواني كمان وهلاقي النمبر اوف فيلير بدا يزيد. واضحه؟ انا كده جهزت ايه؟ الاي بي اس ال اي. تمام، طب انا عايزه دلوقتي اربطه بابلكيشن معين، اتصرف ازاي؟ هفترض دلوقتي ان ار 1 كونكتد هنا على سويتش على سبيل المثال عن طريق انترفيس فاست 1 اوفر 0. تمام، ومتوصل معايا راوتر تاني وانا مشغله ما بينهم اتش اس ار بي، وانا مشغله ما بينهم ايه؟ اتش اس ار بي. تمام، فعايزه دلوقتي بقى اربط الاي بي اس ال اي اللي انا كريته بالكونفيجريشن بتاعت الاتش اس ار بي. فهقول له هنا، تعال بس اجي هنا اقول له تاني نو شوت داون، وبالتالي المفترض هنا شو اي بي اس ال اي ستاتستكس اخر حاجه كانت 8، 8 هتبدا تزيد وال 6 هي اللي هتثبت. يا مسهل، بدأت تزيد وده ايه؟ هيثبت زي ما اتفقنا.
تمام. هقول له هنا ان انا عايز اتراك اوبجكت وادي له اي رقم، مش شرط ان الرقم ده يكون هو نفسه بتاع الاي بي اس ال اي. طب انا عايز اراقب ايه؟ عايز اراقب الاي بي اس ال ان رقمه 1. عايز اراقب فيه ايه؟ الريتشابيليتي. عايز اراقب فيه ايه يا شباب؟ الريتشابيليتي. وممكن كمان اكتب له هنا امر ديلي. ديلي يعني ايه؟ ما تعملش ديكلير للانترفيس ده او ديكريمنت الفاليو بتاعه البريورتي بمقدار كذا الا بعد ما تتاخر بمقدار كذا، تمام. اخر حاجه بقى، هنزل تحت الانترفيس اللي رابطني باللين سيجمنت عشان يبقى اصلا ده الانترفيس اللي ببعت عليه الهيلو للراوتر جاري، صح؟ فهنزل تحت الانترفيس اللي هو فاست 1 اوفر 0 واقول له ستاند باي ستاند باي، تمام. زي مثلا انا كريته جروب رقمه 20، انا مغيره الارقام عشان ما تفتكروش ان لازم استخدم نفس الرقم عليهم كلهم، تمام. ان انا عايزه دلوقتي اتراك الاوبجكت اللي رقمه، انا كنت مكريته اوبجكت رقمه 10 وربطت الاوبجكت اللي رقمه 10 بالاي بي اس ال اللي رقمها 1، تمام. وبعد كده ادكريمنت الفاليو بتاعه البريورتي بمقدار سي مثلا 40. بمقدار كام؟ 40. لو جيت هنا قلت له دلوقتي شو اي بي او شو سوري ستاند باي، هو طبعا مش هيبان هنا حاجه اصلا لان فعلا انا مش مقوم البروتوكول عليهم ولا حاطه اي بي بقى ولا الكلام ده، تمام. المفترض لو انا وقعت دلوقتي الانترفيس ده على ار 3 على طول هلاقي اساسا الديكريمنت فاليو بتاعتي اللي هي بمقدار 40 دي بدات تشتغل، وهلاقي البريورتي ساعتها بقت بمقدار كام؟ 60. في اي مشكله كده في الاي بي اس ال ايه؟